السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في القناة ديالي لي دليز دو ياسمين. اليوم جبت لكم واحد الوصفة رائعة كتجي سهلة وبنينة بزاف، اللي هي لي كريب سالي، وغادي نديرهم في الخلاط الكهربائي. كيجيو ساهلين بزاف والمذاق ديالهم روعة. إذا على بركة الله غادي نبداو مع المقادير اللي غادي نحتاجو. هنا عندي نصف لتر نتاع الحليب، عندي هنا جوج كيسان تاع الدقيق، كيسان تاع العنبه ما يساوي 180 غرام، عندي جوج بيضات، معلقه كبيره تاع الزبده والملح. اذا على بركه الله انا غادي نبداو هنايا بالكريب سالي. في خلاط غادي ندير الحليب، نصف لتر نتاع الحليب، نضيف عليه الدقيق، ندير شويه ديال الملح، وغادي ندير البيض. صافي، غادي نديرهم هكا يطحنوا واحد شويه. صافي، كي كنطحنوه هذيك واحد 3 دقائق نطحنوه كيكون يولي هكا. دابا غادي نضيف عليه الزبده اللي وريتكم قبيله ذوبتها، وغادي نضيفها ونردو يخلط شويه عاد. في الكريب ديالنا ها هما، دابا غادي نكبو في شي حاجه هكا، نمشيو معايا نبقاو نديرو هكا كيكون صافي. كنخليوه نديروه في الثلاجه ونخليوه يبرد واحد 15-20 دقيقه، وعاد غادي ندوزو باش نطيبوه، وغادي نوريكم ان شاء الله الحشوه اللي غادي ندير في لي كريب ديالي. صافي، هنايا كما كتشوفوا العجينه ديالي هي ارتاحت 15 دقيقه اللي مشكم، ودابا غادي ندوزو باش نطيبوا لي كريب ديالنا ونعمرهم في نفس الوقت. انا هنايا عندي 4 ديال البيضات، المهم على حسب لي كريب كندير البيضه في كريب، عندي الفرماج محكوك، وعندي جامبون، تقدروا تعوضوا جامبون بالكاشير ولا بشي حاجه اخرى كما بغيتوا. وصافي، انا غادي نبدا نطيب هاد لا كريبيير ديالي. تقدروا ديروا في لا كريبيير ولا ديروا في المقله نتاع البغرير ولا نتاع لا كريب، ونبداو على بركه الله. صافي، كي كتبدا تسخن لا كريبيير غادي نضيف عليها، نضيف فيها العجينه. غادي نخليوها حتى طيب من هاد الجهه ونقلبوها، وعاد غادي نبداو نديرو فيها هاد الشيء. صافي، كما كتشوفوا معايا هنايا كتحمر من جوج جهات تقريبا. دابا غادي ندير فوقها بيضه، هكا ندير شويه ديال الملح، تقدروا تفكسوا البيضه، تقدروا تخليوها هكا كما حبيتوا. ودابا غادي ندير جامبو اللي قطعته بحال على هذه الطريقه، وغادي ندير الفرماج محكوك، صافي اوكي. غادي تبدي تحمرنا مزيان من التحت وتشد اللون اللي باغيين، غادي نطويوها. صافي، هنايا كما شفتوا البيض ديالي ها هو كيطيب وتحمرت من التحت. دابا غادي كنقلبوها هكا،
نقلبوا القناه نعلمهم بهذا بواحد الخشبه هكا ونقلبوا صافي بهذا الشكل هذا كتجي وغادي نديروها في الطبسيل ونقدموها في الصحة والراحة. صافي كما كتشوفوا معايا هنايا الكريب ديالنا كيجيو على هذه الطريقه كيجيو لذاذين بزاف نتمنى ان شاء الله تجربوهم وغادي ما غاديش تندموا والى عجبكم الفيديو ديالي ما تبخلوش عليا بلايك وتابوناو باش يوصلكم كل جديد بصحة وراحة نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.